إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيتها المؤمنة، أيتها التقية النقية، حياك الله وبياكي، وجعل الجنة مثواي ومثواكي. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. الحديث مع المؤمنات حديث ذو شجون وله أهمية بالغة، إذ أن المجتمع لا يصلح إلا بصلاح الشق الثاني، فمهما فعل الرجال فلن يكسب للمجتمع الفلاح إلا بصلاح المرأة. ولإيماننا بالدور العظيم الذي تستطيع المرأة القيام به كان هذا الحديث، أخي عن العمر، عن الوقت، عن الدقائق والثواني. سيكون الموضوع من عناصر عدة، المقدمة وفيها الهدف من الحياة، ثم تأملي هذا الدعاء أخي، ثم إليك أيتها الغالية، ثم الناس والوقت، ثم السؤال عن الوقت، ثم عجبا لهؤلاء، ثم عجبا، ثم عجبا، ثم عجبا، ثم أهمية الوقت واستغلاله، ثم المعنى الحقيقي للحياة، ثم صور من المتسابقين والمتسابقات، ثم من خصائص الوقت، ثم الختام. أخيّر، الهدف من الحياة معروف، والغاية السامية التي خلقنا من أجلها معروفة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالغاية تحقيق العبودية، تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى بالذل والخضوع والانكسار. يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. إذا عرف العبد والأمة الغاية والهدف من الحياة أصبح للحياة معنى. أما الحياة بلا هدف وبلا غاية فلا معنى له، فلا معنى للحياة. أخير، بماذا يقيم الناس يوم القيامة؟ أليس بإيمانهم؟ أليس بالأعمال الصالحة؟ أليس العمر فرصة للإزدياد من الحسنات ورفع الرصيد من الأعمال الصالحات؟
ولما كانت هذه الأمة من أقصر الأمم أعمارا ضاعف الله لها الأجر والثواب وشرع لنا أعمالا بسيطة ميسرة يترتب عليها أجر كبير. فالحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. صححه الإمام الألباني رحمه الله. فعلى افتراض أخي أن العمر 60 ننام منها معدل 8 ساعات كل يوم، فهذه 20 سنة نوم و15 سنة طفولة قبل التكليف، باقي 25 سنة منها 2 أو 3 أكل وشرب وقضاء حوائج، فماذا تبقى؟ كم بقي من العمر؟ باقي 23 سنة. إذا لم تستغل الاستغلال الصحيح فكيف سيكون الرصيد؟ إن الإنسان حريص على دخله الدنيوي ومصالحه الدنيوية، وكل موظف وموظفة حريص على زيادة دخله الشهري، ولا عيب في هذا، ولكن عيب كل العيب أن يمر العمر دون حرص على زيادة رصيد الحسنات ورصيد الأعمال الصالحة. في حديث أبي بكر أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. وصححه الإمام الألباني رحمه الله. قال الحسن البصري: إن أقواما غرتهم الحياة الدنيا فخرجوا منها بلا رصيد من الحسنات، يقولون إننا نحسن الظن بالله. قال: كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. قال الله عنهم: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له قرينا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أخير تأملي هذا الدعاء الجميل من سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقوله من الدعاء أنه كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت في قوم فتنة فتوفني غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. قال صلى الله عليه وسلم: إنها حق تدرسوها، أي احفظوها وتعلموها. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. أخيه تأملت الدعاء؟ تأملت السؤال؟ التوفيق إلى فعل الطاعات والتوفيق لترك المنكرات، ثم سؤال الله تبارك وتعالى أن يتوفاه إذا كان العمر سببا للخسارة والفتنة وزيادة السيئات. فالحياة أخية لها معنى عظيم، فنحن لم نخلق عبثا ولن نترك هملا، فلا بد من تحقيق العبودية لله وأن نجمع أكبر قدر ممكن من الحسنات قبل الممات حتى لا نندم ونصيح عند الممات ونطلب الرجوع فلا يستجاب لنا. قال سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. وقال سبحانه: عن تلك اللحظات يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. كان يزيد الرقاش يحاسب نفسه ويقول:
يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ يا يزيد من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ يا يزيد من ذا يسترضي عنك ربك بعد الموت؟ ثم يبكي ويقول: أيها الناس، ألا تبكون على أنفسكم؟ ألا تبكون على أنفسكم وتنوحون؟ من كان الموت يطلبه، من كان الموت يطلبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، فكيف يكون حاله؟ أيتها الغالية، إن الواحدة لتحزن أشد الحزن إذا ضاع عليها مبلغ زهيد من المال أو عقد من الذهب، ولا تحزن على ضياع وقتها وعمرها فيما لا ينفع. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ما من أحد إلا وفي عقله نقص عن حلمه وعلمه، وذلك أنه إذا أتته الدنيا بزيادة مال ظل فرحا مسرورا، والليل والنهار دائبان في هدم عمره، لا يحزنه ذلك، ما نفع مال يزيد وعمر ينقص. وكان الترزي الصبطي يقول: إذا اغتممت بما ينقص من مالك تبكي على ما ينقص من عمرك. وقال أبو بكر بن عياش: إن أحدهم لو سقط منه درهم لظل يومه يقول: إنا لله ذهب درهمي، ولا يقول: ذهب يومي ما عملت فيه. اعلمي أخيه أنك منذ أن تولدي يبدأ عليك العد التنازلي في ساعات عمرك، فابدأي أنت في العد التصاعدي في جمع الحسنات الكثيرة لتنفعك بعد الممات. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل أنت فيهما. وقال الحسن البصري: الأيام والليالي تبليان كل جديد، تقربان كل بعيد، تأتيان بكل موعود ووعيد. قال الزهري: كان ابن عبد العزيز عمر إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم يبكي ويقول: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم وغدا لك لازم، فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم، ولا أنت في النوام ناج فسالم. تصر بما يغني، تصر بما يفنى، وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم، وتسعى إلى ما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. أخيه، تعالي نتعرف على أحوال الناس مع أوقاتهم. إن الناس أيتها المؤمنة على أحوال ثلاثة في استغلال الأوقات، بينه تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالصنف الأول ظالم لنفسه، إنها أخيه التي تظن أن الحياة غناء ورق ولعب ولهو وأكل وشرب ونوم، ما علمت المسكينة أن الله سوف يسألها عن كل دقيقة من دقائق حياتها. إنها من استغلت الأوقات بالازدياد من اللذات والشهوات ومضاعفة السيئات، نسيت أو تناست رقابة الواحد الأحد رب الأرض والسماوات. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. هذه المسكينة نسيت مراقبة الله وعين الله، نسيت مراقبة الله وعين الله ولقاء الله، تسمع الموسيقى والغناء وترقص على المعازف والألحان، نسيت أنها حفيدة خديجة التي أقرأها الله السلام وبشرها ببيت في الجنة، وبشرها ببيت في الجنة من قصر لا تعب فيه ولا نصر. نسيت المسكينة أنها حفيدة عائشة الصديقة بنت الصديق الصائمة القائمة المتصدقة راوية الحديث وعالمة الأمة. نسيت المسكينة أنها حفيدة المجاهدة نسيبة الأنصارية، نسيت المسكينة أنها حفيدة المجاهدة نسيبة الأنصارية أم عمارة
التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما رآها تذود وتدافع عنه: فمني وسليني يا أم عمارة. فقالت: نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله. فقالت: نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله. اسمعي عن تلك الأمنيات وتلك الرغبات، فماذا تسأل المسلمات اليوم؟ أين هن هؤلاء المضيعات للعمر والساعات؟ أم مثل هؤلاء؟ أين هن هؤلاء المضيعات عن حقوق وواجبات؟ هيأوك لأمر لو كنت تعلمه فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي. أما الصنف الثاني فمقتصد، لم تستغل الأوقات في معصية الله، بل استغلتها في المباحات، تؤدي الفرائض ولا تفعل المحرمات، ولكنها تنام كثيرا وتكثر من الزيارات والفسحات. فأين استثمار الوقت؟ أين استثمار الوقت في العلم والتعلم وقراءة القرآن؟ يقول الإمام الغزالي رحمه الله: من نام في كل 24 ساعة 8 ساعات فقد نام من عمره 60 سنة 20 سنة، ثم تبقى 40 ما بين لهو ولغو ومعاصي ومخالفات وشغل بالدرهم والدينار، فماذا تبقى من العمر؟ أليست القضية أيتها المؤمنة قضية ميزان ترجح فيه كثرة الحسنات أو السيئات؟ أليس في يوم الحسرات يتمنى العبد والأمل أن لو يزاد في الرصيد من الحسنات؟ ولكن هيهات أليست مكانة المسلمة عند الله على قدر إيمانها وأعمالها؟ ألم يقل المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم الليل كله حتى تفطرت قدماه، ثم إذا قيل له قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الصنف الثالث السابقون بالخيرات والسابقات، هن فتيات الإسلام، وهن نجوم التوحيد، وهن المتبعات لسنة نبيهنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهن أمل الأمة للخروج من الذل الذي تعيش فيه. إنهن فتيات عرفن معنى الحياة، وعلمن أنهن سيقفن بين يدي علام الغيوب، وعرفن أن 60 سنة والسبعين هي مزرعة للآخرة، وعرفن أن نساء السلف استثمرن أوقاتهن في مرضاة ربهن، فصائمات وقائمات حتى مجاهدات في سبيل الله بأموالهن وأنفسهن، فأردنا أن يكن مثلهن. والأمة اليوم والآن أحوج ما تكون لمثل هؤلاء اللاتي تربين على تقوى من الله ورضوانه. أخيه السؤال عن الوقت، أقسم الله تبارك وتعالى بالوقت لعظمه، فقال سبحانه: والعصر، وقال: والضحى، وقال تبارك وتعالى: والليل، ولا يقسم الله إلا بعظيم، وله سبحانه أن يقسم بما شاء، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى. اعلمي أيتها المؤمنة أنك عن الوقت ستسألين، وعما عملت فيه ستحاسبين، فإن كنت صالحة ستفوزين، وإن كنت مضيعة فستندمين وتخسرين. قال سبحانه في سؤال شديد: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ أما المضيعات، أما اللاهيات المفرطات، فيقول: قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، فيأتي التوبيخ الشديد من رب العالمين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، وعد منهن: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه. أخيه لاحظتي أنه سأل عن العمر إجمالا وعن الشباب خاصة، لماذا السؤال عن الشباب؟ أليس الشباب قطعة من العمر؟ فلماذا التركيز على مرحلة الشباب؟ الجواب: لأنها أحلى سنين العمر وأقوى سنين العمر،
إن لم تعطيها وتصرفها لله، فكيف ستجاوبين؟ وما هي حجتك التي بها ستحتجين؟ قال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. تأمل في شدة الوعد والوعيد، ومع هذا اسمعي عجب العجاب، عجبا لهؤلاء، أناس يقضون الساعات والساعات أمام الشاشات، ما بين فيلم ومسلسل، ما بين أغنية وألحان، وزيادة على ما هم فيه من الضياع، تكاسل عن فعل الطاعات وإقام الصلوات. أسألك بالله العظيم، كم من الحسنات قد كسبوا، كم من الحسنات قد كسبوا في هذه الساعة؟ أسألك بالله العظيم، ماذا استفادوا؟ ماذا استفادوا مما شاهدوه وسمعوه؟ أليس في الحقيقة أخي أنهم لم يحفظوا السمع والبصر والفؤاد؟ أما قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما قال الجبار سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أسألك بالله العظيم أخي، أليس الرجال ينظرون إلى النساء المتبرجات والنساء ينظرن إلى الرجال؟ أما قال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال مخاطبا المؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فأين قول المؤمنين والمؤمنات؟ سمعنا وأطعنا، تدعي حب الإله وأنت تعصاه. إن هذا لعملي في القياس بديع، لو كنت صادقا في حبك لأطعته، إن المحب للمحب مطيع. أسألك بالله العظيم أخي، أليس هؤلاء قد زادوا من رصيد السيئات يوم ضيعوا الأعمار في هذه الساعات والملهيات والمحرمات؟ أين العقول السليمة؟ فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعجبا لهؤلاء، فئة أخرى من النساء يجتمعن عند فلانة وفلانة، مدار حديثهن القيل والقال، وغيبة ونميمة، وزور وبهتان. أما قال صلى الله عليه وسلم: كل مجلس لا يذكر فيه اسم الله فهو حسرة وندامة على صاحبه يوم القيامة. وشبه صلى الله عليه وسلم أصحاب هذه المجالس كمن قام عن جيفة حمار، فكم من الجيف يجتمع عليها في كل ليل ونهار. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم فرح، يعني نقص وحسرة. وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه فرح، وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه فرح. رواه أحمد. أيتها المؤمنة، قولي لي بالله العظيم، كم مجلس جلسنا ولم نذكر فيه نعم الله؟ أما قال لنا الله: وأما بنعمة ربك فحدث؟ أخي، كم من طريق مشينا ولم نتفكر فيه بآيات الله؟ أما قال سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ أخي، كم ليلة بثناها بغير ذكر ومحاسبة؟ أما قال لنا الله: والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ قال أحدهم: لقد عاشرنا أقواما كانوا أشح بوقتهم منكم على دراهمكم، فلست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وأيضا عجبا لهؤلاء، فتيان وفتيات يتسكعن في الأسواق والمنتديات، يقضون ساعات وساعات بين نظرات ومساومات، الكل لا يعرف ماذا يريد، يظنون أن الحياة مظاهر ومغريات. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولهذا قال بأبيه وأمي: اغتنم خمسا قبل خمس،
اغتنم شبابك قبل هربك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. فالعمر فرصة، وفرصة لا تعوض. فإن كل يوم تشرق فيه الشمس ينادي ويقول: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني إذا ذهبت لا أرجع أبدا. والأحوال العجيبة كثيرة، ولكن أين نعمة العقل التي يعرف بها الإنسان ما يضره وما ينفعه؟ تخيل. ثم عجبا لهؤلاء، شباب وشابات يضيعن الساعات في مكالمات هاتفية محرمة نهايتها إلى الرذيلة والخسارة والهوان. وإذا فقدت الفتاة حياءها وشرفها فبطن الأرض خير لها من ظهرها. كم نسمع عن قصص وحكايات ومآسي متكررات، كم نقرأ استغاثات ومناشدات من هؤلاء الضائعين والضائعات، كم نرى مثل هؤلاء الحائرين والحائرات في الأسواق والتجمعات. نسى الله فأنساهم أنفسهم. كم نقرأ أخيا في الصحف والمجلات عن مهاترات ومناقشات بين شبان وشابات، يتكلمن عن الكرة وأخبارها، ويتكلمن عن المغنيين والمغنيات، ويتكلمن عن آخر الموضات والصيحات. فقولي لي بربك كيف تحيا وتنهض أمة هذا حال فتيانها وفتياتها؟ أخي، هل سمعت عن تلك الفئة التي تجلس ساعات وساعات تتفتح الجرائد والمجلات، تتابع أخبار النجوم كما يقولون ويدعون؟ كذبوا والله، فليسوا بنجوم، إنما النجوم تلك التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. أما أولئك فاسمحي لي أن أقول إنما هم عاهرون وعاهرات، وغافلون وغافلات، وفاجرون وفاجرات. فكيف يكونوا قدوة للأولاد والبنات؟ بل كيف ترضين أن تكوني لأخبارهم من المتابعات؟ فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، إلى الله نشكو حال شبابنا وفتياتنا، بل حتى حال كثير من عجائبنا وشيبنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: هيا بنا نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها في حياته. فلما جاءوها بكت، فقالوا لها: يا أم أيمن، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت: بلى أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي انقطاع الوحي من السماء. ونحن نقول: يا أم أيمن، يا أم أيمن، قد بكيت وإننا نلهو ونمجن دون معرفة الأدب. لم تبصري وضع الحديث ولا الكذب، لم تبصري بعض المعازف والطرب، لم تشهدي شرب الخمور ولا الزنا، لم تلحظي ما قد أتانا من عطف، لم تلحظي فرق الضلالة والهوى. لولا مماتك لرأيت بنا العجب، لم تشهدي فعل العدو وصحبهم. ها نحن نجثو لليهود على الركب، وحر قلبي من تمزق أمتي، أضحت أمورك أمتي مثل اللعب. تالله ما عرف البكاء صراطنا، ومع التباكي لا وشائج أو نسب. تخيل أهمية الوقت وأهمية استغلال الوقت. إن الوقت أخي هو الحياة، وهو رأس المال. وبعبارة أخرى، إياكي ثم إياكي أن تضيعي منه دقيقة واحدة في غير طاعة. تخير لو رأيت إنسانة تحرق كل يوم مبلغا زهيدا من المال، فماذا ستقولين عنها؟ لا شك أنك ستقولين إنها مجنونة وسفيهة، ولا بد أن يحجر عليها. لكن والله، والله الذي لا إله إلا هو، إن التي تضيع جزءا من عمرها فيما لا ينفع أعظم سفها ممن تحرق المال. لأن المال يمكن أن يعوض، ولكن العمر إذا ذهب لا يعوض أبدا.
وصدق الشاعر حين قال: دقات قلب المرء قائلة له إن العمر دقائق وثواني. أخي إن المؤمنة الصادقة تعلم أنها في صراع دائم مع الوقت، وأن الساعة التي تمر عليها ولا تغتنم بفعل الطاعات فإنها مغبونة عليها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات، فنقل عن عامر بن قيس أن رجلا قال له: كلمني، فقال له: أمسك الشمس. هل فهمتي؟ هل فهمتي معنى كلامه؟ معناه أن عقارب الساعة تسير إلى الأمام دائما وأبدا، معناه أنها لا تقف، معناه أنها لا ترجع أبدا إلى الوراء. فينبغي للمسلمة أن تعرف شرف زمانها وقيمة وقتها، فلا تضيع منه لحظة في غير قربة إلى الله، وتحرص على تقديم الأفضل فالأفضل من القول والعمل. قال ثابت البناني: ذهبت ألقن أبي، يعني في ساعة الاحتضار، اسمعي كيف يعتنون بالوقت حتى في ساعات الاحتضار. قال ثابت البناني: ذهبت ألقن أبي، يعني في ساعة الاحتضار، فقال: يا بني دعني، فإني في وردي السادس. حتى في آخر اللحظات حرص على استغلال الأوقات في الطاعات. دخل على أحد السلف عند موته وهو يصلي، فقال: دعوني فالآن تطوى صحيفتي. المعنى الحقيقي للحياة. قال سبحانه مبينا حقيقة الحياة ومبينا أيضا طريق النجاة. قال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالخالق أخيه يبين أن الحياة لا تعد عن كونها خمسة أشياء: لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. من انشغلت بهذه الأشياء عن طاعة ربها كان لها يوم القيامة عذاب شديد، ومن سددت وقاربت كان لها يوم القيامة مغفرة من الله ورضوان. أقول الذي بين الحقيقة أيضا بين طريق النجاة، فقال سبحانه في الآية التي تليها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض لمن أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا تحرمنا فضلك. فلما كانت الحياة سباقا وجهادا وتعبا ونصبا، فهم الأولون هذا المعنى وساروا إلى الهدف. أخير هذه نماذج وصور من هذا السباق. أما أخبار المتسابقين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مني مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: يعني عمر لا أسبقه إلى شيء أبدا. إنه الصديق، وما أدراك ما الصديق. لما حانت الوفاة أوصى عمر وصية فقال: يا عمر، إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل. ما أعظمها من وصية لو فهمناها أخيه. من صور السباق أيضا، قال عمر بن ثابت
لما مات علي بن الحسن رحمه الله فغسلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سود في ظهره، فقالوا ما هذا؟ فقالوا كان يحمل أكياس الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء المدينة. وفي رواية إنه كان يسير بالليل ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل، إنه عمل وصدق وإخلاص. ولما حانت ساعة وفاة معاذ رضي الله عنه قال اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا الآن أرجوك. في ساعة الاحتضار يردد ويقول اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا الآن أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء ولا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لقيام الليل وقيام الهواجر ومجالسة العلماء. أخيه هم يبكون على ماذا؟ على فعل الطاعات، على قيام الليل وصيام الهواجر، ونحن على ماذا نبكي؟ النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، فليس للمرء دار بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير فطاب مسكنه، وإن بناها بشر فخاب بانيها. أما ليلهم، أما ليل أهل السباء فليل عجيب، قال الله عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله إن لم تستطع قيام الليل وقيام النهار فاعلم أنك محروم. قال والكلام له أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد الليل من طول الهجعة، إنما هو على الجنب، فإذا تحرك قال ليس هذا لك، قومي أيتها النفس خذي حظك من الآخرة. هكذا كان ليلهم، فكيف هو ليلنا يا أمة الله؟ أترك الجواب لك. ومن صور السباق العجيب تغميز قدم الأمهات، قال محمد بن المنكدر بدت أغمز قدم أمي وبات عمي يصلي ليلته فما تسرني ليلته بليلتي. قال الحسن البصري مؤكدا على هذا الكلام ما يعدل بر الوالدين شيء من التطوع، لا حج ولا جهاد. وكان حبيب بن طلق يقبل رأس أمه ولا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا وتعظيما لها. هذه أخبار المتسابقين. أما أخبار المتسابقات فلن أخبرك عن عائشة التي أنفقت 80,000 دينار في يوم واحد في سبيل الله ولم تبق دينارا واحدا لإفطارها وكانت صائمة. لن أخبرك عن حفصة بنت الفاروق الصائمة القائمة، فهؤلاء سيكون موضوع درس وأمسية من الأمسيات. ولكني أخيه سأخبرك عن أخريات. اسمعي، ذهبت أخت بشر الحاسي إلى الإمام أحمد فقالت يا إمام إني ربما طفئ السراج وأنا أغزل على ضوء القمر، فهل علي عند البيع أن أميز هذا من هذا؟ فقال إن كان بينهما فرق فميزي للمشتري. سبحان الله سبحان الله، تخاف أن تغش وتأكل الحرام، فأين هن اللاتي لا يبالين أمن حلال أم من حرام يأكل؟ أما سمعت أخية عن زوجة الحطاب التي كانت تقول لزوجها كل يوم عندما يريد الخروج اتق الله فينا اتق الله فينا وفي الكسب الحلال، فإننا نصبر على الجوع ولكننا لا نقوى على النار، فإننا نصبر على الجوع ولكننا لا نقوى على النار. أما سباق الأمهات فعجب العجاب. اسمعي أمه، اسمعي أمه، واسمعي يا أم المستقبل. قال أبو بكر القرشي حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال حدثنا علي بن محمد القرشي عن جويرية بنت أسماء أن إخوة 3 من بني قطيعة شهدوا يوم تستر فاستشهدوا، فخرجت أمهم يوما إلى السوق لبعض شأنها فتلقاها رجل قد حضر أمر تستر فعرفته فسألته عن بنيها فقال لقد استشهدوا، فقالت
مستكبرة أمقبلين أم مدبرين؟ فقال لها مقبلين. فقالت الحمد لله الحمد لله. نالوا الفوز وحاطوا الزمان بنفسي هم وأبي وأمي، اللهم تقبلهم مني واجعلهم شفعاء لي عندك يوم القيامة. رأيتي سمعتي أمه، سمعتي يا أم المستقبل، يدفعون الأبناء إلى أرض الجهاد والقتال ونحن لا ندفعهم إلى المساجد والصلوات. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. اسمعي أخي، اسمعي أخي عن هذه المتسابقة الصغيرة. ذهبت أم كلثوم بنت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنها وهي ابنة 5 سنين. تأمل العمر، 5 سنين ذهبت بحاجة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ثوبها يجر وراءها شبرا أو يزيد، فأراد عمر رضي الله عنه أن يمازحها فرفع ثوبها حتى بدت قدماها، فقالت مه، أما إنك لو لم تكن أمير المؤمنين لضربت وجهك. من التي تتكلم؟ أم الخامسة. مه، أما إنك لو لم تكن أمير المؤمنين لضربت وجهك. الله أكبر، ولله ذرها. رحمك الله يا أم كلثوم، رحمك الله يا أم كلثوم. أين أنت من بنات ونساء المسلمين اليوم؟ كيف لو رأيت كاشفات الوجوه؟ كيف لو رأيت كاشفات الوجوه؟ كيف لو رأيت من يظهر الاستيقان؟ كيف لو رأيت المتعذرات والمتبرجات؟ كيف لو رأيت الخراجات والولاجات؟ كيف لو سمعت عن أخبار البنين والبنات؟ كيف لو سمعت عن الاختلاط واللقاءات؟ كيف لو سمعت عن أحاديث الكرة والمباريات؟ ممن حتى ممن يعددنا من الصالحة، حتى ممن يعددنا من الصالحة. أما كباق العابدات، قال أبو عياش، كانت امرأة بالبصرة متعبدة فقهها منيبة، وكان لها ابنة أشد عيادة منها، فكان الحسن ربما سمع وتعجب من عبادتها على صغر سنها. فبين الحسن ذات يوم جالس إذ أتاه آت فقال أما علمت أن الجارية قد نزل بها الموت؟ فوتب الحسن فدخل عليها، فلما نظرت الجارية إليه بكت، فقال لها ما يبكيك يا صغيرتي؟ قالت له يا أبا سعيد، التراب يحدى على شبابي ولم أشبع من طاعة ربي. اسمعي يا أبا سعيد، التراب يحدى على شبابي ولم أشبع من طاعة ربي. يا أبا سعيد، انظر إلى والدتي وهي تقول لوالدي احفر لابنتي قبرا واسعا وكفلها بكفن حسن. والله يا أبا سعيد، لو كنت أجهز إلى مكة لطال بكائي. كيف وأنا أجهز إلى ظلمة القبور ووحشتها وبيت الظلمة والدود؟ فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. القبر أول ليلة، بالله قل لي ما يكون حتى نعلم. تخيل قيمة الوقت، لابد أن نعرف بعضا من خصائص الوقت. فمن خصائص الوقت أيتها الغالية أنه سريع الانقضاء. ما إن يبدأ اليوم حتى نجد أنفسنا في نهايته. اسألي نفسك يا ابنة 40 و60 وقولي لي كيف مضت هذه السنون وكيف انطوت هذه الليالي والأيام. سئل نبي الله نوح الذي عاش أكثر من 1000 سنة كيف مر العمر، فقال كأني دخلت من باب وخرجت من الباب الآخر. من خصائص الوقت أخيت أنه أغلى من الذهب والفضة. نعم هو أغلى، ذلك أن الذهب والفضة تعوض، ولكن قولي لي بالله إذا مضى العمر فهل يمكن التعويض؟ من خصائص الوقت أيضا أنه إذا ذهب لا يعود أبدا. سؤال، هل تستطيعين إرجاع ساعة من العمر الذي مضى؟ بل دقيقة بل ثانية؟ الجواب لا أحد يستطيع. انظري أخي إلى عقارب الساعة، هل تسير إلى الخلف أم إلى الأمام؟ هل تستطيعين أن توقف الشمس عن الشروق أو توقفها عن الغروب؟ لا أحد يستطيع. قولي للنفس
قولي للنفس وحاسبيها ويحكي يا نفس احرصي على ارتياد المخلصي وطاوعي واخلصي واستمعي النصح وعي واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واخشي مفاجأة القضى وحاذري أن تخدعي وانتهجي سبل الهدى واتكري واشكى الردى وأن مثواك غدا في قعر لحظ بلقعي آهل له بيت البناء والمنزل القصر الخلا ومورد السفر الأولى واللاحق المتبع بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعه قيد ثلاث أذرع لا فرق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو من له ملك كملك تبعي إلى متى تلهو وتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع العمر يمضي يخيل العمر يمضي ولا تتوقف الأيام والليالي لكن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والجاهد من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني الختام مر سفيان الثوري على جنازه وكان معه صاحب من أصحابه فقال له سفيان كم مضى لك يعني كم راح من العمر قال ستون سنة وأنت تسير إلى الله أو شكت أن تصل قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون قال سفيان تعرف معناها قال معناها إن لله عبدا وأنه إليه راجع فقال سفيان من علم أنه لله عبدا فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فماذا أعد للجواب قال الرجل وما الحيلة قال سفيان بسيطة تصلح ما بقى يغفر لك ما مضى وما بقى وإلا تؤخذ بما مضى وبما بقى الحيلة أخية بسيطة تصلحي ما بقى يغفر لك ما مضى وما بقى وإلا تؤخذي بما مضى وبما بقى ما أجمل كلام الله إذا تدبرت القلوب نختم بهذه الآيات الكريمة التي ذكر الله فيها الحكمة من تعاقب الليل والنهار ثم ذكر سبحانه صفات عباد الرحمن وإذا قال الله عباد فالمعنى يعم الذكور والإناث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تأملت الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك
فيبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فالمؤمنة تعرف قيمة العمر وتعرف أن العمر فرصة والفرص قد لا تتكرر فاغتنم الأوقات قبل الممات قبل أن نطيش بأعلى الصوت رباه ارجعون فلا يستجاب لنا فلنتعاون أخي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليكن شعارنا سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتيمة وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ نساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم خص منهن الحاضرات واجعلهن التقيات النقيات. اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم واغفر ذنبهن واستر عيبهن واصلح شأنهن يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وديننا ونساءنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره وكيده في نحره وأشغله في نفسه يا قوي يا عزيز. اللهم اصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين واجمع شمل المسلمين ووحد صفهم وعلي شأنهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.